في هذه المدينة التي غالبا ما أمر بها، واليوم يعني تهيأ. كان اللقاء في هذه الأمسية مثمرا من خلال آراء والأفكار التي تناولها مختلف المتبخرين في الموضوع، وسعدت بأن قدمت عرضا من خلال الأسئلة المرضى على هذه المنطقة الذي أصدرته أو صدر عن دارة النشر في الفترة الأخيرة منذ شهور، والذي يدور إذا جاز لي أن أعبر عن دورانه حول موضوع معين حول الأحداث الأليمة التي فجرتها.